السلام عليكم. يا ترى ايه اكتر حاجة تتخيلوها في المشاكل الزوجية او الخلافات الزوجية؟ يعني مشكلة حصلت ما بين الزوج والزوجة، ايه اكتر حاجة ممكن نتخيلها ممكن تحصل ما بين الزوج والزوجة؟ اكتر حاجة طبعا ممكن نحس ان هو قتلها والحاجات دي كلها، ولكن ايه اللي ممكن تتخيلوا حضراتكم وتعلقوا فيه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، لما حضرتك تعرف ان بنتك هتتجوز واللي هيتجوزها هتبقى معاه سعيدة، اكيد بتبقى فرحان قوي، وهكذا الاب او هكذا الام. طيب لما تيجي تسمع ان بنتك اتربطت بالحبال وتقيدت تماما كأنها حرامي سرقة جزم من الجامع، مقيدة الايدين والرجلين، وجوزها قاعد يضرب فيها بعصاية لغاية لما لفظت انفاسها الاخيرة، ايه اللي ممكن تتوقعه كأب من حاجة زي كده؟ او ايه لما تسمع كأب حاجة زي كده ان جوز بنتك عمل حاجة زي كده؟ طيب ده من الجانب الاولاني. الجانب التاني، الزوج لو عنده بنت او امه نفسها هتقبل على اخته حاجة زي كده ولا لا؟ الموضوع ده اللي حصل في المنيرة شمال الجيزة. بلاغ ورد من شرطة النجدة لمديرية الامن بتقول ان في زوجة في العقد الثالث من عمرها، يعني في اواخر العشرينات 28-29، الجيران بلغوا ان في حالة قتل. النجدة جت والمباحث جت، شرطة المنيرة، مباحث المنيرة، ودخلت عملت الكوردون الامني المعتاد، ودخلت عرفت ان القاتل هو الزوج. شرطة النجدة دخلت وظباط المباحث دخلوا، لقوا الزوجة مقيدة تماما من الايدين ومن الرجلين وفي حالة يرثى لها، تقريبا شبه ميتة، وهي بالفعل كان لفظت انفاسها الاخيرة في الوقت ده وقت دخول الشرطة. الشرطة وتحرياتها وبسألها في اهل المنطقة والجيران عرفوا ان في خلافات زوجية مع الزوج، خلافات زوجية دايما كل شوية بتحصل مشكلة اكبر من التانية، صوتهم عالي جدا في المكان. مش هنقول مين اللي غلط ومين الصح، ملناش فيه دلوقتي، ولكن الزوج قرر في احدى المواضيع اللي كانت ما بينهم واحدى المشاكل اللي كانت ما بينهم انه هو يقيد زوجته تقييد كامل، وبالفعل ربطها بالحبال من كل مكان، من ايديها الاتنين ومن رجليها حتى من بقها، وقعد يضرب فيها بعصاية معينة لغاية لما لفظت انفاسها الاخيرة قدامه. وبعد كده حصل الموضوع، او بعد كده جت شرطة النجدة، وبعد كده جت المباحث، وهكذا لغاية لما الزوج اتقبض عليه واعترف قدام رجال المباحث، واعترف قدام النيابة، وعمل معاينة كمان قدام النيابة بانه هو ارتكب الجرم ده بسبب ان في وجود خلافات زوجية ما بينهم. هنا احنا بنسأل سؤال معين، في حاجة اسمها ربنا سبحانه وتعالى وصلنا عليها، وقال ربنا سبحانه وتعالى، مش احنا اللي قلنا الانفصال بمعروف، مش عاجباك طلقها، مش عاجباك اديها لابوها، ارميها لابوها، ولكن ان انت تقيدها او ان انت تربطها زي الحيوان وتفضل تضرب فيها لغاية لما تموت، هو ده الامر الغريب شوية. وعلشان كده سألنا في بداية الموضوع، قلنا اخر التطورات اللي ممكن تتخيلوها حضراتكم في دماغكم ايه في الخلافات الزوجية، يعني اخر الخلاف الزوجي ده ممكن يحصل فيه ايه، وفي خلافات صغيرة وفي خلافات كبيرة، لكن هل هي ان هي تؤدي ان انا اربط الزوجة واحطها في مكان وافضل اضرب فيها بعصاية لغاية لما تلفظ انفاسها الاخيرة؟ خلي بالكو الكلام ده كله حصل بالرغم من وجود بنتين او طفلتين صغيرين في المكان، يعني كده كده حصل الموضوع ده وفي وجود اطفال. المحكمة حكمت على الزوج بأربعة أيام، في 15 يوم لغاية لما قرار آخر يطلع من المحكمة ويصدر قرارها الأخير في الموضوع ده. يا ترى احنا عايزين نسأل سؤال لحضراتكم بعد إذنكم للمرة الثالثة، ممكن تتوقعوا إيه الخلافات اللي زي كده؟ ولو حضرتك أو حضرتك جاتلك بنتك بالمنظر ده ميتة بالحبال بسبب جوزها، طب احنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها جواز الصالونات، هل ده يتفق مع جواز الصالونات ان مفيش معرفة سابقة ما بين الزوجة والزوج؟ ده القصد ما بين كلمة جواز الصالونات. وهل لو في كمان حب في حاجة زي كده، في حالات زي كده، ممكن تحصل النوع ده من الجريمة ان هو التقييد والضرب والغاية لما توصل للقتل ولا لا؟ ما علينا، هنسمع كومنتاتكم وتعليقاتكم علشان نستفاد بيها،
ولكن اهم حاجه في الليله دي كلها حاجه اسمها حسن الاختيار. لازم ندقق قوي في الزوجه او الزوج المستقبلي واللي نحس معاه انها تبقى الحياه كويسه ما بيننا وما بين بعض. اسف اني طولت عليكم في الموضوع، ولكن الموضوع كانت غرابته في موضوع التقييد مش موضوع القتل، رحمه الله عليها ربنا يرحمها ويصبر اهلها. ولكن الموضوع الاغرب في حاجه زي كده ان ده زوج وربط مراته بحبال كانها حراميه او كانها ايا كان، وقعد يضرب فيها لغايه الموت. ان شاء الله هنتابع الموضوع وهنتابع تفاصيل الموضوع في المحكمه ان شاء الله تباعا ولحظه بلحظه، ونتمنى نعرف تعليقاتكم علشان نستفاد بيها وانا استفاد بيها قبل ما حضراتكم والناس التانيه كلها كمان تستفاد. السلام عليكم.